اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. الهيئه نت، هيئه علماء المسلمين، القوات الحكوميه والميليشيات تسعى للتضييق على مناطق حزام بغداد. طهران تشجع الأكراد على التحالف مع المالكي والعامري لتشكيل كتلة برلمانية. العربي الجديد، استهداف مقر الحزب الشيوعي ببغداد واتهام ميليشيات موالية لإيران. الخزانة الأمريكية تدرج شركات طيران إيرانية على قائمة العقوبات. تجربة صاروخية روسية أقوى ب 160 مرة من هيروشيما تقلق العالم. إيران تمهل أوروبا 6 أيام لحسم صفقة تعوض انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. في الخليج أونلاين، ترامب يتلاعب بكوريا الشمالية، موعد القمة ما زال قائما. عملية استخراج الجثث من تحت أنقاض مدينة الموصل القديمة بقرار استذكره رئيس وزراء حيدر العبادي بعد مدة طويلة من انتهاء العمليات العسكرية، استذكار يثير الأسئلة التي تتجمع كالذباب على العملية السياسية ومهازل الانتخابات ودور قادة الأحزاب والكتل بتحويل العراق إلى بركة آسنة تسكم الألوف بنتانة أفعال وتعاسة أمراض السلطة وخبث عقلها. حمد الجيلاني يقول في صحيفة العرب اللندنية إن العوائل الموصلية المنكوبة ما زالت تتدبر حالها بصعوبة وكفاح مستميت لاستخراج الجثث من بين الركام الهائل في مدينة قرر العالم أن يحررها من تنظيم الدولة في وقت محدد لإنقاذ ماء وجه المجتمع الدولي. كانت المحصلة شارة النصر إلى أحد زعماء حزب الدعوة وإعادة بعض كرامة الجندية المسفوحة للقوات النظامية في هزيمتها المدوية رغم امتلاكها أرقى الأسلحة وعدة فرق مدربة أمام أعداد قليلة العدد والتسليح في حزيران 2014. كما منحت الميليشيات الطائفية قدرة فتح الباب واسعاً للمشروع الإيراني لدخول البرلمان المقبل. ما يشهد حجم التدمير والمأساة الإنسانية في الموصل يدرك مغزى استخدام كل صنوف الأسلحة رغم معرفة القوات المهاجمة لطبيعة ميدان المعركة وازدحامه بالمدنيين. أسباب التدمير الشامل للمدينة يفضحها الإهمال واللامبالاة بعد إنجاز المهمة. الفرقاء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم السياسية شاركوا بقدر أو بآخر بأهوال سنوات الاحتلال وسياسة البكاء على الأطلال لن تبرئهم من جرائم تسويق الطائفية والفساد المالي وانهيار العملية الانتخابية بسقوط مفوضية الانتخابات في أداء مهمتها. النحيب على فقدان الأصوات عند بعضهم يختلط مع أصوات المكلومة قلوبهم على أحبتهم من ضحايا الموصل الذين تتوسط قبورهم باحات البيوت وسجايا الناس المثقلة بالألم والوجع والصبر على هذا الانسحاق تحت الركام أو تحت مخطط النكاية بهم. الكاتب يرى أن هذه الخطايا لا تغتفر ويصعب معها هضم المعادلة الوطنية التي يطرحها تحالف سائرون بقيادة مقتدى الصدر ورهانه على الاحتجاجات في الفوز بعدد من المقاعد يتجاوز بنسبة قليلة مقاعد المشروع الإيراني الذي تمثله الميليشيات. لكن حكومة أبوية كالتي يدعو إليها زعيم التحالف الفائز تتطلب أولا إلغاء آثار الاحتلال ليكون بيتا للعراق آمنا لكل أبنائه،
فما أكثر أبناء العراق خارج أبوة الوطن. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن النفوذ الممتد لإيران في الشرق الأوسط والذي يتعرض أصلا لضغوط أمريكية يواجه مقاومة متزايدة داخل العراق وسوريا. وأوضحت الصحيفة في تقرير أن استياء في العراق من التدخل الإيراني حتى وسط الشيعة هناك ينعكس في فوز التحالف الذي يدعمه مقتدى الصدر في الانتخابات الأخيرة. الفوز الواضح للتحالف الذي يدعمه الصدر قد عكس التغيير المتزايد في المزاج الشعبي والذي أثر حتى على الميليشيات التي تدعمها إيران، حيث لم تعد تتجرأ للإعلان على الملأ عن ولائها للمرشد الإيراني علي خامنئي. وتمثل هذه المقاومة تحدياً آخر لطهران التي تحاول الحفاظ على مكاسبها في المنطقة وتفادي عزلة دولية عقب القرار الأمريكي بالانسحاب من اتفاق النووي. وقال الباحث في شؤون الشرق الأوسط في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن مايكل ستيفنز إن السمة الثابتة في المشهد السياسي العراقي هي أن لإيران مصادر عديدة للدعم داخل العراق والنظام العراقي الذي يأخذ خياراتها بجدية، لكن المزاج العراقي حاليا يسير عكس ذلك. وفي سوريا بدأ غالبية السكان يتهمون إيران بإثارة التوترات الدينية، كما أن روسيا وهي الشريك الأجنبي الرئيس للرئيس بشار الأسد أظهرت تململا من الوجود العسكري الإيراني المتنامي هناك. وفي الأسبوع الماضي صدرت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر التلميحات قسوة ضد إيران، إذ قال إن طهران استنفدت فترة استضافتها في سوريا في إطار تصريح الله عن أن القوات الأجنبية ستبدأ مغادرة سوريا قريبا. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن الخبير في العلاقات السورية الإيرانية جوين جودارزي يستبعد تنازل إيران عن مكتسباتها الغالية في سوريا، قائلا إن لدى إيران إحساسا بأنها مالكة حق في سوريا لأنها أنفقت كثيرا من المال والطاقة والأرواح وتتطلع حاليا للحصول على عوائد تلك النفقات. ويستدرك بالقول بأنه إذا زادت الضغوط على إيران فربما تبدأ في التفكير في الخروج بأقل الخسائر الممكنة، ومن المرجح أن تبدأ بتقديم تنازلات في سوريا، لكن من الصعب التراجع عن مكتسباتها في العراق. نشرت صحيفة العربية الجديد تقريراً سلطت فيه الضوء على عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدن في المناطق الوسطى والجنوبية إلى الظهور مجدداً بعدما استقرت خلال الأشهر الماضية. وذكرت الصحيفة أنه فجأة ومع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان في العراق تجاوزت ساعات الانقطاع 15 ساعة يومياً، ما أثار غضباً شعبياً وتساؤلاً سياسياً عن سبب تردي الخدمة، لا سيما أن من أكثر الوزارات تمويلاً في العراق هي الكهرباء. الصحيفة لفتت إلى أن بغداد ومحافظات أخرى مثل ذي قار وميسان وبابل والبصرة تأثرت بقوة لأنها الأكثر حرارة من حيث طقسها مقارنة ببقية مدن شمال البلاد. وأضافت أن العراقيين ومنذ أكثر من 14 عاماً يعانون من أزمة كهرباء، وهي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأمريكي عام 2003 ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع وفقاً لتقارير رسمية، مشيرة إلى أن جوهر مشكلة القطاع أنه من بين القطاعات الأكثر فساداً وفق ما تبين ملفات كشف عنها سياسيون عراقيون. ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم وزارة الكهرباء محمد فتحي قوله إن الانقطاع سببه أعمال صيانة على خط الغاز الإيراني بعدما تعرض إلى أعطال ومشكلات. وبحسب الصحيفة فقد أشارت مصادر حكومية
إلى أن إيران أوقفت الخط الوارد إلى العراق بسبب ديون الوزارة للجانب الإيراني، موضحة أن مشكلات الكهرباء سببها عدم سداد أجور الخط الإيراني، ما سبب انقطاع الخط وسط الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة. وأوقف غالبية مجمعات مياه الشرب والورش والمصانع، وألحق أضرارا جسيمة بمصالح المواطنين الحياتية. وتختتم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى الاتهامات التي وجهها النائب سليم شوقي لمجلس المحافظات بعدم الاكتراث لمشكلة الكهرباء وغياب متابعة خطوط النقل وما يحدث فيها من أعطال، لافتا إلى أن الحكومة العراقية هي الأخرى متورطة بمشكلات الكهرباء، فهي ما زالت تستورد الطاقة والخطوط الخاصة المستخدمة في محطات التوليد المحلي على رغم درايتها بأن الاستيراد مكلف ماليا. تناولت صحيفة القدس العربي عمليات النهب والسرقة التي تعرض لها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق من قبل أفراد من الجيش السوري، والتي ظهرت في مقطع فيديو تداوله كثيرون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن ما جرى في المخيم هو عملية ممنهجة شاملة لنهب ما بقي من مخيم اللاجئين الفلسطينيين الأكبر في سوريا بعد تدميره وتهجير سكانه. لا يفعل النظام السوري في تدميره للمخيم وتهجير سكانه وتعفيش ما بقي من أغراضهم غير أن يتابع مساراً دموياً طويلاً يمكن تتبعه من العام 1976، حين قاد ضباط جيشه الهجوم على مخيم تل الزعتر شرق بيروت، مما أدى إلى مقتل 2000 فلسطيني وتهجير ما تبقى من سكانه إلى الأبد. وكان في ذلك تأكيد من النظام الذي كان يرأسه حافظ الأسد للأمريكيين والإسرائيليين بأن الهدف من دخوله للبنان هو ضبط منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يسلم المهمة عمليا لإسرائيل التي اجتاحت لبنان عام 1982، لينهمك بقمع الداخل السوري بمجزرة رهيبة في مدينة حماة، وليعود بعدها للمشاركة العسكرية المباشرة ودعم حركة أمل في حصار مخيمات صبرا وشاتلة عام 1982 وبرج البراجنة عام 1985، ما أدى إلى تدمير شبه كامل لمخيمي صبرا وشاتلة. إنهاء وجود الفلسطينيين في سوريا هو تأكيد عضوي للعلاقة بين نظام الاستيطان الإسرائيلي ونظام الاستبداد الوحشي في سوريا والبطش بالثورة السورية. حسب هذا النظام لا يكتمل إلا بالبطش بالعلاقة السورية الفلسطينية، وهو لا يقتصر على مخيم اليرموك بل طال جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. وتختتم الصحيفة بالقول إنه يمكن النظر إلى إنهاء عملية اجتثاث ومحو أثر الفلسطينيين في سوريا أيضا ضمن ترتيبات سياسية وديمغرافية كبرى تبدأ من فلسطين نفسها تحت مسمى صفقة القرن، وتمر بالضرورة بأماكن سيطرة نظام الأسد وتاريخه الطويل في تدمير القضية الفلسطينية باعتبارها بؤرة التمرد على الاستبداد والاحتلال. مشكلة النظام الإيراني مع العالم لم تبدأ بمشروعه لتطوير سلاحه النووي أو الصاروخي، فباكستان الإسلامية امتلكت القنبلة النووية ولم تشن الدنيا عليها معركة عسكرية أو سياسية، بل أن سلاحها النووي ساهم في تسكية زخم الهدوء مع الهند. عبد الرحمن شلقم يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن مشكلة إيران المزمنة هي خيارها العنيف العابر لحدودها والذي تصدره في صناديق السلاح والمال والأيديولوجيا الطائفية على أكتاف شبابها الذين ترسلهم أرتالا إلى خارج حدودها وشبكات المال المشبوه العابر للقارات وافتعال الحروب الطائفية في مشارق الأرض ومغاربها.
كان بإمكان إيران اليوم أن تكون من النمور الآسيوية بل العالمية، ولكنها أضاعت كل ذلك في وهم العظمة الذي وضعها في مؤخرة الدول، واستحقت أن تكون الدولة الأولى المنبوذة والمارقة في العالم. تفوقت على نفسها في صناعة الأعداء بمال ودماء أبنائها، وفرضت على شعبها الفقر والبطالة والتخلف. اليوم تدخل إيران في أدغال الحرائق العالمية التي لا قبل لها بها. اللعب مع الكبار لا يكون بكرة النار. قائمة الشروط التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ليست قائمة من 12 نقطة للتفاوض، لكنها للقبول أو الرفض. في جميع الحالات أن الوزير الأمريكي عبر حزمة الشروط التي عرضها قال لإيران: إما أن تغيروا أو تتغيروا. الرد الإيراني على لسان الرئيس روحاني وثلة من أعوانه كانت زخات من تهكم وعناد موجهة إلى الداخل الإيراني، ولا علاقة له بالتفكير السياسي الواقعي. أوروبا التي تجهد سياسيها من أجل اجتراح مخرج للأزمة تقف بين الإصرار والتصعيد الأمريكي واللامعقول الإيراني. فالشروط الأمريكية تغلق كل أبواب المناورات الدبلوماسية الأوروبية والصينية والروسية، والردود الإيرانية تزيد تلك الأبواب إحكاما. الكاتب يرى أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية خامنئي يقف اليوم على منبر الحقيقة المرة القاتلة كما وقف عليه يوما سلفه الخميني عندما اضطر مكرها إلى وقف الحرب مع العراق قائلا: أنا أتجرع كأس السم كما أشعر بالخجل لموافقتي على اتفاقية وقف إطلاق النار مع العراق. ويتساءل الكاتب: هل ستمتد يد خامنئي إلى كأس السم والخجل؟ حذرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية من النتائج التي ربما تترتب على إلغاء القمة الأمريكية الكورية، ووصفت العلاقة بين البلدين بأنها أصبحت أكثر خطورة من ذي قبل. وقالت الصحيفة في افتتاحية لها أنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته التغاضي عن التصريحات المغالية التي أدلت بها نائبة وزير الخارجية بكوريا الشمالية، والتحقق بعناية مما يمكن أن تكون بيونغ يانغ مستعدة لتنفيذه بدلا من الإلغاء المتهور للقاء، الأمر الذي ربما تترتب عليه نتائج لم يهتم هو ولا إدارته بمعرفتها والتحسب لها. الصحيفة وصفت قرار الإلغاء بأنه ليس بالغريب على ترامب، لأن الجميع تعود منه التعجل والارتجال الخالي من أي تخطيط واستراتيجية. وأضافت الصحيفة أن تعامل ترامب مع هذه القمة كان غريبا وغير مفهوم منذ الموافقة عليها في مارس آذار بدون طلب أي شيء من الرئيس الكوري الشمالي أو حتى طلب بيان لمعرفة نوايا كيم، وإلى ترويجه للاحتمال غير الواقعي بأن كوريا الشمالية ستنزع سلاحها النووي فورا وانتهاء بسكه لعملة تذكارية لإحياء ذكرى تلك القمة وتشجيعه للحديث عن استحقاقه الحصول على جائزة نوبل للسلام. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان حتى هذا الأسبوع غافلا عن المؤشرات الأكيدة بأنه ليس لدى كيم أي نية للتخلي عن أسلحته النووية فورا، بل إن الأخير يفضل فقط عملية تفاوض على مراحل يكون نزع السلاح النووي فيها أمرا غامضا وهدفا بعيد المدى، وأن تكافئ بيونغ يانغ على كل خطوة تخطوها إلى الأمام. وهذا ما كانت عليه المفاوضات الفاشلة السابقة مع كوريا الشمالية. وتشير الصحيفة إلى أن أمريكا دخلت في مرحلة أخطر في علاقتها مع كوريا الشمالية بوجود رئيسين سريعي الانفعال ولا يتورعان عن الوصول إلى حافة الهاوية.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه من الصعب بعد الآن اعتماد أمريكا على العقوبات الاقتصادية للضغط على كوريا الشمالية، لأن الصين بدأت تخفف عقوباتها وحتى كوريا الجنوبية لم يعد لديها مزاج في عقوبات قوية. كما أن كيم كان قد التقى بكل من الرئيسين الصيني والكوري الجنوبي وبنى معهما علاقات ودية وخفف عزلة بلاده وغير صورتها ولو قليلا في العالم. يستعد بنك أولستر أول الإيرلندي لطرح أوراق نقدية بتصميم طولي، وذلك للمرة الأولى من نوعها في بريطانيا. وقال موقع الخليج أونلاين إن البنك بدأ بطباعة الأوراق النقدية الطولية من فئة 15 جنيهات استرلينية، والتي سيبدأ تداولها في إيرلندا الشمالية العام القادم. وتطبع بنوك إيرلندا الشمالية الأربع أوراقها النقدية وفقا لتقليد مستمر منذ القرن 19. وقد عرض بنك أولستر وهو تابع لبنك اسكتلندا الملكي صورا للأوراق النقدية الطولية التي ستحل محل الأوراق النقدية المتداولة حاليا، وتظهر على الورقتين النقديتين بعض مظاهر الطبيعة من طيور وأزهار وفراشات. وكان البنك قد أعلن أنه سيتبع نهج البنك المركزي البريطاني في طباعة أوراق نقدية بلاستيكية، لكنه اتخذ خطوة أبعد، ومن الدول القليلة التي طبعت أوراق نقدية طولية حتى الآن هي سويسرا وكندا. والآن نشاهد الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.